دلوقتي معانا في هذا اللقاء زوجة بطل شهيد، هي مدام مها عبد الكريم، زوجة الشهيد البطل حمادة الساكت. أهلا بحضرتك يا مدام مها. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا. دايما الحقيقة بننتظر اليوم ده اللي بنتذكر فيه كل البطولات اللي بيقدمها أبطالنا من رجال الشرطة، ومفيش أكتر من شهدائنا اللي بيقدموا أرواحهم. سيادة الرئيس بيكون حريص جدا على أنه يكرم أسر الشهداء، والنهاردة اليوم ده يعني إحنا كلنا بننتظره الحقيقة علشان يكون زي امتنان وشكر وتقدير لحضراتكم والأرواح الشهداء. عايزة حضرتك تكلميني على الشهيد البطل حمادة الساكت. الشهيد كان على أخلاق عالية يعني، وعلى خلق عالية صراحة يعني، سيرته صراحة يعني ما يختلفش عليها حد يعني، ما شاء الله يعني، الأدب والاحترام والأخلاق يعني، ربنا اصطفاه يعني، اصطفاه من وسط أصحابه ومن وسط زمايله في الشغل يعني، وربنا يعني أرزقه الشهادة، وده يعني فخر وشرف لينا نفتخر به مدى الحياة. استشهد السنة اللي فاتت مظبوط؟ أيوة 20/1/2023. حضرتك عندك أولاد يا مدام؟ أيوة عندي أولاد، عندي عمر وإبراهيم وإياد. قبل ما نطلع على الهواء قلتي لي إن الكبار سنهم يعني يسمح إن هم يفهموا يعني إيه شهادة، وعارفين إن والدهم بطل وشهيد. أيوة طبعا، أيوة طبعا، هم بيفتخروا باباهم طبعا ان هو شهيد طبعا، والشهاده دي طبعا ما فيش اي حد بنقولها كده يعني، يا سبحان الله ربنا بيصطفى الاخيار يعني، ربنا اصطفاه يعني، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. مدام مها، وزاره الداخليه على تواصل معاك وعلى طول يعني، دعم نفسي، دعم على كل المستويات طبعا. طبعا انا يعني صراحه ما فيش اي تقصير طبعا، كل شيء يعني الحمد لله يعني، هما بيعوضونا، هما الجزء الثاني صراحة يعني بيعوضونا عن كل حاجة يعني، بوجه لهم كل الشكر والتقدير صراحة يعني، ما قصروش في أي حاجة. التكريم اللي إن شاء الله سيادة الرئيس هيقوم بيه النهاردة لكل أسر الشهداء، وحضرتك مدام مها يعني هيتم تكريمك وتكريم أولادك برضو عن زوجك الشهيد البطل حمادة الساكت، عايزاكي توصفي لي اللحظة دي إزاي، إن هي لحظة بتعبر عن الامتنان الكبير من مصر كلها للشهادة اللي قدمها زوجك البطل، واللي هي أغلى ما يكون إنه بيقدم روحه فداء لمصر. أكيد أكيد طبعا، اللحظة دي طبعا أنا بشكر سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، إن هو يعني هون علينا كتير بجد يعني، اللحظة دي يعني فرقت معنا كتير بجد يعني، مع أسر الشهداء يعني، تكريما للبطل طبعا حاجة عظيمة جدا جدا جدا، ونتشرف بيها مدى الحياة يعني، وولادي طبعا يتشرفوا بيها يعني، حاجة جميلة جدا يعني، بشكر سيادة الرئيس طبعا على حاجة زي دي طبعا، حاجة جميلة. أنا بشكرك مدام مها عبد الكريم زوجة الشهيد البطل حمادة الساكت، وبنشكرك على يعني، وإحنا حتى بنتكلم قبل الهوا على طول يا مدام مها، على القوة والإحساس بالفخر اللي أنت حساه، وإنه هو طبعا أن يكون زوجك شهيد وأن يكون ربنا اختاره مفيش أحسن أبدا من كده، وكلنا بنتمنى يعني أن نكون شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والنهاردة إن شاء الله يكون التكريم هو امتنان من مصر كلها، من سيادة الرئيس ومن مصر كلها، مننا كلنا لزوجك الشهيد وليكي طبعا ولكل أسرتك. شكرا ليكي. بشكركم كلكم والله، بشكر كلكم يعني على كل التقدير وكل حاجة قدمتوها لنا بجد يعني صراحة. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا لسه مع حضراتكم في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفالية لكي تبدأ، وذلك بعد لحظات قليلة. هذه الاحتفالية اللي دائما بنشارك فيها رجال الشرطة المصرية، أبطالنا من الشرطة المصرية في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا كمصريين، لكي نقدم كل الشكر وكل التقدير لعيون مصر الساهرة على أمن هذا الوطن وأمن مقدراته ومكتسباته
وأمن وأمان أيضا الشعب المصري. فبالتأكيد أجهزة وزارة الداخلية دائما ما تتعاون مع كل أجهزة الدولة من أجل وضع مظلة من الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب، وهذا هو ما تتمتع به مصر أمام العالم كله لكي تظل دائما آمنة مستقرة. بشكر حضراتكم، وما زالت التغطية مستمرة مع حضراتكم لحظة بلحظة لهذا اليوم الخاص جدا الذي نحتفل فيه جميعا كمصريين مع أبطالنا من رجال الشرطة المصرية، وبنقدم كل التحية وكل الاعتزاز أيضا لأرواح شهدائنا ولأسر هؤلاء الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل رفعة هذا الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه.